الحدث مع أحمد القماطي. لص النفطي يعود للمشهد على أكتاف مسلحين متطرفين ومرتزقة فارقة بعضهم من الجنجويد، فخرس لسان نائب رئيس المجلس الرئاسي فتح المجبري صاحب المكتب الأغلى ثمنا في التاريخ وتقرير ديوان المحاسبة غير بعيد. ورغم أن بعض المتابعين للمشهد أصدروا حكمهم وقالوا أن الرجل سعيد، إلا أن الولوج في السرائر وتفتيش القلوب ومعرفة النفس وما تهوى أمر صعب يحتاج إلى تصريح رسمي ليتم تأكيده، إلا أن الأمر الواضح للعيان ولا يختلف عليه اثنان تشير في تفسير الصمت المريب إلى أن الرجل الصامت ربما يستعد لتعديل الزوايا وإعادة التموضع. يضيف هؤلاء متهمين المجبري بأن غرائزه واتجاهاته بدأت تميل كما يقولون لعرابة الميليشيوي إبراهيم جذران الذي أوصله عبر كتلته المستترة في البرلمان. أما الرأي الآخر الذي أطلقه مراقبون آخرون يشيرون إلى أن العلاقة القديمة بين الرجلين ربما يشوبها ما يكبل اليدين ويخرس اللسان ويصم الأذنين. تلك العلاقة التي أعطبها برق خاطف هز استقراره وهدد كيانه، فهرول كما يقولون للتمسح بأسوار الرجمة تارة وبقماش مظلة القبيلة تارة أخرى. وبغض الطرف عن هذه المواقف المضطربة وأيادي بعض السياسيين المرتجفة، فإن الجيش يتحرك في هذه الأثناء بقضه وقضيذه لتحرير البلاد من ميليشيات الأعداء. مشاهدينا الكرام أهلا بكم، اليوم نستعرض معكم حلف ميليشيات الجذران أو بمعنى آخر القوة التي قامت بالهجوم على الموانئ النفطية وأبرز التحالفات وأبرز الشخصيات في هذه الميليشيات. مجموعات من المرتزقة الإرشادية التي تم دفع مبلغ 6 مليون دولار مقابل الدخول في هذه الحرب، مقابل نفوذ ومناطق سيطرة لها في الجنوب الغربي والمنطقة الوسطى يقودها المدعو محمد بكاتي. كما أن لكتيبة المرسى التابعة لما يعرف بالمجلس العسكري مصراتة أيضا الدور في المشاركة في هذا الهجوم. كتيبة الفاروق أيضا شاركت في هذا الهجوم وهي إحدى الكتائب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في مدينة مصراتة. وكتيبة الفطماني أيضا هي إحدى الكتائب المتمركزة بالقرب من بن وليد كانت مشاركة في هذا الهجوم. وأيضا ما يعرف بالسرايات دفاع عن بنغازي مشاركة في هذا الهجوم بمجموعتين بقيادة كل من علي الصلابي ومصطفى الشركسي الذين فشلوا أكثر من مرة بالمحاولة على الهجوم على الموانئ النفطية. كتيبة البقرة أيضا مشاركة في هذا الهجوم بفتوى من المفتي المعزول والمتمركزة بالقرب من تاجوراء. وأيضا مرتزقة من المعارضة السودانية وبعض المجموعات من النيجر تحت قيادة شخص يدعى حسن موسى. شخصيات أخرى تم التحالف معها من قبل الجذران وهما أولهم سالم دنقو الملقب بأبو بركات وهو ليبي جنسية من مدينة سرت ومن مواليد 1981. أشرف على قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا في سرت عام 2015، حيث كون جيشا في الصحراء يتألف من 3 كتائب على الأقل بعد أن فقدوا السيطرة على آخر معاقلهم في سرت. كما عمل المهدي سالم دنقو فترة في المحكمة الشرعية في الموصل تحت قيادة أبو بكر البغدادي، وهو متواجد الآن في الهلال النفطي وبين الحقول النفطية برفقة إبراهيم الجذران والقيادي التشادي تيمان أردمي. تيمان أردمي هو شخصية من أحد قادة يعني التنظيمات المسلحة التشادية في تشاد، وهو من استخدم دروبا لجرب المرتزقة المقاتلين الأجانب إلى ليبيا من دول مثل السودان ومصر وتونس والجزائر، وأن أغلب المقاتلين الذين جاءوا معه من بوكو حرام. أخيرا نتحدث عن تيمان أردمي. تيمان أردمي الذي لطالما تحدثنا عنه أكثر من مرة قبل ذلك، وهو أحد قادة ما يعرف بتجمع القوى من أجل التغيير، وهي مجموعة مسلحة معارضة تشادية أغلب منتسبيها هم من قومية الدزاقرة، وهي إحدى القوميات التي تنحدر منها مكون الزغاوة الذي ينتمي إليه تيمان أردمي الذي يعتبر من أهم القادة هذا التنظيم المعارض لنظام جميل.
تيمان أردمي مقيم في قطر منذ قرابة 10 سنوات، يقود حركته من هناك. شاركت مجموعته في الهجوم على قصر بن غشير في طرابلس كمرتزقة في العام الماضي، والحركة لها صلات وثيقة بحركة العدل والمساواة الدارفورية بحكم العلاقات القبلية. تلقت الحركة ضربة موجعة إثر الاقتتال الداخلي التي حدث فيما بينها بسببها بين عناصر الحركة في الشهر الماضي، ونتج عنه قرابة مقتل قرابة 12 عنصرا، وأكبر القادة ويمكن أن يقدر بعشرة من قادتها قتل في هذا الاشتباك. حيث شارك أردمي في عملية انقلاب فاشلة بتشاد على نظام الرئيس دبي هناك بدعم من المخابرات القطرية، مما أدى إلى قطع العلاقات بين إنجمينا والدوحة. هذا لربما هو يعني ملخص القوات التي قامت بالهجوم على الهلال النفطي في الأيام الماضية. كل عام وأنتم بخير الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، ينضم إلي للحديث حول هذا الموضوع هنا في الاستوديو الأستاذ عصام التاجوري، المحامي والناشط الحقوقي. أرحب بضيفي عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي الحداد، كما أرحب كذلك بالأستاذ ناجي مختار نائب رئيس مجلس الدولة، والأستاذ عبد الحميد الشندولي نائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أو لقبائل ورفلة، كما أرحب كذلك بالشيخ محمد إدريس المغربي أحد مشايخ المغاربة. أبدأ بداية معك أستاذ عصام، أهلا بك. تحية لك وكل عام بخير، كنت بخير. تحية كل الشباب المرابطين في ثغور الوطن سواء بمدينة درنا أو بالخليج الصدرة. أبدأ معك من هذا الهجوم على الموانئ النفطية التي تشير معلومات إلى تورط ميليشيات ذات توجهات إنجاز التعبير دينية تابعة لتيار الإسلام السياسي كسرايا الدفاع، وكذلك مرتزقة فارقة إلى جانب مجموعة الجذران. أبدأ معك من سؤالك عن القاعدة المشتركة التي انطلق منها كل هؤلاء لتنفيذ هجومهم على الموانئ النفطية. نعم دكتور، هو حقيقة هنا هو الأفضل الحديث من هنا، ما هو القاسم المشترك الذي يجمع هؤلاء، من هم هؤلاء عندما تعرف مصالحهم والغاية والهدف من هذا الهجوم، بالتالي ينجلي عليك من هم أطراف هذه العلاقة أو الأيادي المنفذة سواء كانت بالداخل أو الأطراف الخارجية التي تدير هذه العناصر وتغذيها سواء بالدعم السياسي أو الإعلامي ووصولا إلى المادي العيني المباشر سواء قيم مالية مصروفات أو غيرها أو دعم عيني اللي هو السيارات أو غيرها. معروف جيدا أن من يؤرق كل هذه العناصر هو دائما يسمى مشروع الفوضى في ليبيا، والذين دائما يؤرقهم إذا قامت الدولة وانتهى مشروعهم سواء كانوا عصابات إجرامية أسهمت في نهب المال العام أو وضعت لها مراكز قوة ترتزق من خلالها في بعض المناصب سواء كانت ذات وجاهة قبلية أو وجاهة مناطقية أو في مناصب تنفيذية أو سياسية، هؤلاء كلهم يؤرقهم قيام يعرف بالمؤسسة العسكرية دوليا. أستاذ عصام، من الذي تتهمه بدعم أو رعاية هذا الهجوم الذي تم قبل أيام على الموانئ النفطية؟ من المستفيد؟ نعم دقيقة فقط حتى أكمل هذه الجزئية، لأن المؤسسة العسكرية الآن الكل يعلم بأن لن تقبل لا ولن تفاوض على مسألة واحدة، على مسألة أن يكون هناك موارد اقتصادية أو موارد أو 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 أو, 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 أو مواقع سيادية أو سياسية تحت أيدي هؤلاء. بالتالي يعلمون جيدا أن المؤسسة العسكرية تتقدم باتجاه تأمين كل مقدرات الوطن سواء كانت مواقع سيادية أو اقتصادية، ومن هنا يعلم الجميع هؤلاء كلهم سيكونون في صف وخندق واحد، لأن هذه المؤسسة العسكرية متمثلة في قياداتها وأفرادها وضباط وضباط صف وجنود لن يقبل بذلك في عقيدة العسكرية التي احتاجها الوطن ولب نداء الشارع الذي خرج طالما ينادي بعودة هيبة الدولة. حقيقة المجتمع الدولي وهو الجزئية المهمة والبارزة التي أتمنى أن نركز عليها هذا اليوم، من مصلحته حقيقة في دعم هذا الهجوم؟ رجوع إلى التقارير الدولية المتوافرة لدينا الآن سواء من 2016 و2017 تتضح لكم وللمشاهد والمتابع، والكلام هذا مش منسوب لعصام التجوري، أنا دائما أقوله وأكرره عبر شاشاتكم وقنوات أخرى، يعني ممكن تصل المعلومة عن طريق الإنترنت عن طريق الجوجل، يعني دير محرك بحث واسأل ما هو تأثير النفط الليبي، ستجد عديد من الإجابات من لهم مصلحة في زعزع عدم استقرار النفط في ليبيا. عدم استقرار في النفط في ليبيا معنى ذلك زيادة في أسعار النفط،
معنى ذلك أن هناك السعر عندما عاد ضخ النفط الليبي وعاد لمستويات كما أكد ذلك شركة جين سكوب أعتقد اسمها إن شاء الله ما خانش الأمريكية المعنية بالإحصائيات ومجال النفط، قالت في 2017 شهر 7 بأن إنتاج النفط الليبي عاد لما قبل يونيو 2013، أي بمعنى أن رجعنا للمليون ونصف برميل يوميا. طبعا هذا مش معلن المؤسسة لكن لأسباب يعلمها الأخوة التنفيذيين في المؤسسة بانطلاقا من تخفيض اللي حاصل في الحصص ليبيا ونيجيريا، القرار الأخير اللي أصدرتها الدول منظمة أوبك استثنت ليبيا والجزائر من هذا التخفيض، فبالتالي استقرار الأسعار والسعر لم يساعد هذه الدول، خاصة تكلفة الحرب على الإرهاب والحرب على مفتوحة في الشرق الأوسط وفي بقع كثيرة من العالم، التوترات زاد من عملية الطلب على النفط، وفي ظل استقرار ليبيا إذن السعر سيبقى مستقر، لكن عندما يتوقف النفط في ليبيا إذن الأسعار ستقفز من جديد. الدول المستفيدة من هذا الهجوم على الموانئ النفطية هذا الأمر تضعه فقط وتحصره فقط في إطار المنافسة في سوق النفط العالمية، أم أن هناك دول بعينها عرف عنها دعمها للإرهاب ويهمها إحراق الموانئ؟ نعم، هنا القاسم الذي ستربطه، الدول التي تلعب هذه اللعبة الاقتصادية القذرة هي ذاتها تستخدم المجموعات الإرهابية في زعزعة استقرار هذه الدول لمكاسب اقتصادية. مشكلتنا أصلا هي سيطرة اقتصادية، مشكلة ليبيا ما هو جايين حب الليبيين وكارهين الليبيين، تطلع أنت في أي دولة يأتون ذلك، سمي هذه الدول نبدأها من تهاجم أو تدعم الهجوم على الموانئ. نبدأها بصفقة الغاز، مشكلتنا في الغاز، مشكلتنا في التنافس على عقود النفط، مشكلتنا في قرار المجلس الرئاسي يوم اللي جاء قال لا أنا بنعطي الشركة الفلانية لا مش الشركة الفلانية، وفسخ بعض العقود وربط بعض العقود بجهات أخرى. لازلت ما أعطيكش إجابة. لا أنا مش هنقول لك ما إجابة. من الدول التي تدعم هذه الشركات؟ على فكرة هذه الشركات الدول هذه أصبحت عبارة عن تدار من شركات، لما تحدث عن قطر ولا تركيا ولا إيطاليا ولا فرنسا ولا بعض الدول الأخرى، هذه دول تديرها شركات عالمية، صناعة القرار فيها أصبح قرار اقتصادي. طيب، سياسي. من المستفيد من هذا الهجوم؟ قطر نعرف كذلك أو الجميع يعرف يعني أنها متورطة. إيران أيضا من مصلحتها، إيران مصلحتها زعزعة الصد في ليبيا. الدول التي لديها خوف من أي نزاع أن يقرب لها لازم تفتح نقطة، لأن العالم لن يقبل أن يتوقف روما في الخليج. طيب، روما من مصلحتها في ليبيا. من مصلحتها زعزعة الاستقرار في ليبيا؟ نعم، ليش ما عندهاش مصلحة؟ كيف؟ معلش سمحني، روما تحديدا والشركات شركة إيني ومن خلفها وصلت بي أن تدخل سنة بي أن تدخل مجلس رئاسي بفرقاطة وتخشى وتجمع زفاصة طرابلس. ليش على سواد الليبيين يبوا استقرار على ملف الهجرة الشرعية؟ أمس مبارح تحديدا ملف الهجرة الشرعية وغيرها صرح فيها وزير الداخلية وهو نائب رئيس الحكومة بأنه يبي يدير نقطة تمركز في غات، وبعدها واحد يقول لك ما فيش دعم ما فيش مساس بالسيادة ويرتبونا في زيارة قريبة للمجلس الرئاسي. الكلام هذا منشور في صحافة إيطالية، موش سر اللي قاعدين يقولوا فيه. بالتالي أي نوع تدخل؟ هذا التدخل موجود على الأرض، الحرب في داعش أن تنتهي على سرت. ما سبب وجود ذلك المستشفى الميداني إلى الآن داخل مدينة مصراتة؟ شنو يدير؟ أصبح مستشفى خيري يتبع الفاتيكان ولا شنو؟ بالتالي هذا التدخل واضح أنه عنده مصالح ما لم تتحصل هذه المصالح وفك الارتباط والصراع على النفط الليبي وعلى الغاز الليبي، سنكون في هذه المأزق. نحن أصبحنا زي نقولوا بورصة رقوا ونزلوا الأضرار أصبح صديق، وهذا البيادق اللي قاعدين بدل يسمى منهم جزر، أنا أوافق جزر منها في التقرير وجزر أوافق فيه اللي يطلع في المجموعات، هؤلاء مجرد بيادق ولا يذكروا ولا هم مجموعة من النكرة، أقول لهم على الهواء والملأ هم يعرفون ذلك، وأصبح فقط هو يعرف روح أداء لكن حقد وانتقام على الليبيين. يا أما يوجد بعد قليل سوف نسأل عن دور الجذران وهل هو أداة، هو نفسه يعرف الكلام أو هو يقود فعليا هذا الهجوم. لكن أنت الآن الجذران نفسه، الجذران نفسه في بيئته اللي هو خارج يقول إحنا مهجرين، فصل أهل المنطقة وهو أهل قبيلته اللي نعتز به ونعتز بفقاهم، قال إن عندنا صفة وعندنا مش صفة، داخل الهلال النفطي قسم الهلال النفطي أهلنا في المغاربة قسمهم، قال هذول صفوة وهذول مش صفوة. تالي هذا الرجل يعرف جيدا إنه هو مجرد أداة ومصلحة الأكثر وأقل. طيب، الضرب في الميت حرام. أنتقل الآن إلى الأستاذ فوزي الحداد الكاتب الصحفي. دكتور فوزي أهلا بك. أهلا بك دكتور أحمد وبفريق العمل وضيوفك الأكارم، وبالتحية أيضا لكل مشاهديك الأكارم أينما كانوا. دكتور، أبدأ معك من سؤالك عن القاسم المشترك الذي جمع كافة هذه التيارات أو الميليشيات التي شاركت في الهجوم على الموانئ النفطية، مرتزقة من إفريقيا
وميليشيات الجدران، سرايا الدفاع وميليشيات أخرى شاركت كذلك في هذا الهجوم. ما الذي جمع كل هؤلاء؟ دعنا نتفق أولا على أن هناك جماعة معينة في ليبيا يهمها بكل الطرق، ولطالما حرصت على معاداة الجيش الليبي وعلى فعل كل شيء من أجل تأجيج الشارع ومن أجل إضعاف قدرات الجيش الليبي. حاولت بشتى السبل أثناء حرب الجيش في بنغازي ضد الجماعات الإرهابية، دعمت كل الجماعات المسلحة والإرهابية في بنغازي حتى أنها تحالفت مع داعش وبالقاعدة، ودعمت هذه الجماعة أيضا مسلحي ومطرفي درنا أيضا. وطالما صرخت عبر قنواتها وعبر تنظيمها الممتد دوليا في عواصم أوروبا والعالم بحماية المدنيين وحماية الثوار كما تسميهم، طالما كانت تحاول تعطيل مسيرة الجيش الليبي بأي شكل من الأشكال، إذن هذه المجموعة المعينة هي من كانت تبحث عن من يلعب أو من يكون أداة لتنفيذ مشروع آخر. كان لديها مشروع في بنغازي وفشل، وكان لديها مشروع في درنا وفشل، وتبحث عن أي أداة أخرى، فجاءت وثقت المصالح مع الجدران الذي كان مستعدا لأن يكون أداة أخرى لمحاولة تقويض بناء الجيش الليبي من خلال الترتيبات التي يزعم الجدران أنها مسته وهو وقبيلته وحرس المنشآت الذي كان في المنشآت أو كان في الموانئ النفطية، وبالتالي لم يكن عزيزا على هذه الجماعة أن تدعم الجدران بكل ما تملك، وهي تملك إمكانيات كبيرة حقيقة سواء من خلال سيطرتها على أهم مفاصل الاقتصاد الليبي من البنك المركزي، من ديوان المحاسبة، من غيرها، وأنتم تعلمون طبعا ذلك، كبريات الشركات والاعتمادات تذهب إلى هذه الجماعة وإلى أعضائها بشكل أو بآخر، وبالتالي السبيل مفتوح للحصول على أي أموال لازمة. والتربطات أيضا مع دول الجوار والاستخبارات التي تلعب في ليبيا شرقا وغربا موجودة أي أيضا، ويمكن الوصول إلى صفقة ما مع هذه الاستخبارات بشكل أو بآخر يسمح بمرور كل هذه الأرتال اللي فاقت 500 سيارة مسلحة انطلقت يعني من منتصف ليبيا متجهة إلى الهلال النفطي. الكل رصد هذه العملية، ولكن الحسابات كما قلت لك والتداخلات الدولية والمحلية أيضا كانت أسهمت في النجاح المحدود الذي حققته حتى الآن هذه الميليشيا أو هذه العصابات التي كانت مستعدة طبعا لتقوم بأي دور، لأن معظم المطاريد في الصحراء الليبية هم مافيا وعصابات مسلحة من أجل المال يفعلون أي شيء، وسبق أن استأجرهم أكثر من فصيل وهو يجدون دورا آخر مقابل المال بالانضمام إلى هذه الحركة التي يقودها الآن الجدران. إذن المسألة من وجهة نظري أنا واضحة، ولا أشك مطلقا في مسؤولية جماعة الأخوان المسلمين عما حصل، دعما ماليا ودعما أيضا معنويا وحتى دوليا، وباستقاء بعض المعطيات جماعة الأخوان المسلمين وحدها من خلال ذراعها السياسي الحزب أو حتى من خلال مجلس الدولة الذي يسيطر عليه، لم تصدر أي بيانات إدانة حول هذا الأمر، بل بالعكس نجد في وكالات الأنباء والقنوات التابعة أو التي تدعمها هذه الجماعة أو هذا التيار تأييدا لما فعله الجدران وإذاعة صحيح يا دكتور بناء على حديثك الآن، وسائل إعلام قطرية وكذلك إخوانية بدأت تشيد بما قام به الجدران، رغم أن الجميع يعرف أن الجدران لا يتعدى كونه لص أو سارق أو قرصان لنفط الليبيين. هل تكشف هذه الجماعة من خلال وسائل إعلامها حجم الدعم والتنسيق المقدم للجدران ليتحرك باتجاه الموانئ النفطية، وأنها ربما قامت بذلك فقط نكاية في الشعب والجيش، بمعنى أنه ليس حبا في زيد ولكن كرها في عمر؟ إذا ما تمكن هذا اللص كما وصفت أو قرصان الجدران من البقاء في هذه الموانئ النفطية فترة أطول،
فإن هذه الجماعة سوف تسارع بكل تأكيد لتبني هذه الجماعة، وسوف تعلن أيضا مسؤوليتها عن هذا الحدث. فقط هي تخشى من الإحراج الذي حصل لها في المرة السابقة عندما تكررت نفس العملية عام الماضي أعتقد، وتم ضرب الجدران ومعه بعملية مضادة للجيش الليبي. وقبل هذه العملية كان هناك مراسل لبعض القنوات، وأعتقد بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت تنقل مباشرة هذه المعركة ظنا منها أن الأمر انتهى إلى هذا الحد. هي أنا متأكد أن هذه الجماعة لن تقاوم إغراء إعلان مسؤوليتها عن هذا الأمر. هي الآن تكتفي بالمتابعة والتأييد وعدم إدانة هذا العمل، وتمارس ضغوطاتها محليا ودوليا على كافة الأطراف والاعتراف بهذا العمل وشرعنته بشتى السبل. ولكن يبقى في النهاية هذا عمل لصوصي، عمل ارتزاقي، والجيش الليبي مسؤوليته وتبعية حرس المنشآت النفطية لابد أن تكون للجيش كما هو في كل أنحاء العالم، لأن هذه منشآت حيوية لابد أن يحميها جيش البلد، وبالتالي لابد للجيش أن يعاود سفارته على هذه الموانئ. وأمامك والعالم كله كان شاهد على التقدم الذي أحرزته عملية تصدير النفط التي تجاوزت 1,200,000 برميل يوميا، وهذا الانتعاش الاقتصادي الذي كان مرتقبا لولا هذه العملية التي سوف تهدد بكل تأكيد تصدير النفط الليبي، وتهدد الآن يعني ميناء راس لانوف قاب قوسين أو أدنى من التوقف. هناك فقط 3 خزانات سليمة حتى الآن من أصل 13، وإذا ما تم إحراق هذه الخزانات 3 فإن هذا البناء سيتعطل كلية ربما لسنوات خلاص، يعني لأن لتدمير جميع خزاناته، وبالتالي حتى تنتفي صلاحية أو تنتفي حجة السيطرة على هذا الميناء من هذه الجماعة المارقة. الآن الليبيون في اعتقادي مطالبون يعني بالوقوف وفي صفا واحدا في وجه تيار الإسلام السياسي بالذات جماعة الإخوان المسلمين، التي أرى شخصية أنه لا يمكن أن يحصل لهذا البلد خير ما دامت هذه الجماعة متحكمة في مفاصله، ما دامت بهذه العقلية التي تدير فيها الأزمة في ليبيا. وكلما اقتربنا من نهايتها كلما تأتي بعملية ترجعنا إلى الوراء خطوات طويلة. كنا نأمل في انعقاد الانتخابات نهاية هذا العام، ولكن بهذا الفعل أعتقد أن الأمر الآن يصبح يعني بعيد المنال، باعتبار الجيش كان أحد الأطراف الرئيسية التي وافقت على كل مخرجات باريس، ووافقت حتى على الانضواء تحت السلطة المدنية، ما يسحب أي حجج من شأنها من شأن التحدث عن عملية الضغط على الجيش الليبي من خلال سيد هذه العملية. ربما سوف نتحدث الأيام القادمة في حلقات خاصة نخصصها لهذه الجزية، هل سيؤثر الهجوم على الموانئ النفطية على مسار الانتخابات المزمع عقدها في نهاية هذا العام أم لا وفق الاتفاق باريس بطبيعة الحال؟ أنتقل أو إعلان باريس، أنتقل الآن لأرحب بالأستاذ ناجي مختار نائب الأول لرئيس مجلس الدولة. أستاذ ناجي أهلا بك. أهلا بك يا أحمد. أولا أسألك عن هذا الهجوم على الموانئ النفطية، أستاذ ناجي أصدرت بيانا ممهورا بتوقيعك أدنت في هذا الهجوم. سؤالي الأول لك، لماذا صدر هذا البيان باسمك ولم يصدر باسم مجلس الدولة وأنت نائب رئيسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وكل العام وأنت بخير أحمد وعموم الليبيين إن شاء الله. فيما يخص البيان، أنت تعلم أن هذا الهجوم الإجرامي الإرهابي حدث يوم 29 رمضان، ومجلس الدولة كان في حالة عطلة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبالتالي تعذر الانعقاد. ومجلس الدولة مؤسسة سياسية في ليبيا، من واجبها إدانة واستنكار هذا العمل الإرهابي والحث على مواجهته، وبالتالي نحن ندين هذا العمل شأننا شأن باقي الليبيين. فقط العذر هو تعذر الاجتماع، لا يستطيع أحد أن يوافق على أفعال الجدران وما قام به وما يقوم به من قبيل لتصدير النفط. إذا أستاذ ناجي، أنت متأكد من أن مجلس الدولة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد سوف يقومون بإصدار بيان يدين هذا الهجوم؟
لا يستطيع ناجي مختار أو أي عضو آخر في مجلس الدولة أن يتكلم باسمه ما لم تحدث جلسة أو نجتمع للتشاور حول هذا الأمر. لكن الإدانة لا تحتاج إلى أن يجتمع المجلس لإدانة تعطيل مصدر الدخل الوحيد في ليبيا الذي يعول عليه لإدارة أو لدعم إدارة المشهد اليومي في ليبيا. تعلم أن ليبيا دولة ريعية ذات دخل وحيد وهو النفط، وبالتالي هذا الأمر مجرم بطبيعة الحال، ولا يستطيع أحد حتى من يؤيد هذا الفعل يستطيع أن يجاهر بتأييده. وكما أشرت مجلس المسألة الدولة هو أحد المؤسسات الليبية، وإدانته لهذا الفعل لا تحتاج. نعم، هذا نظريا إدانة هذا العمل يجب أن يكون شيء عليه إجماع كافة الكيانات السياسية في البلاد وأيضا كافة شرائح المجتمع الليبي، لأنه هذا في النهاية عصب اقتصاد البلاد الآن مهدد بالحرق على يد هذه الميليشيات. لكن هل يستطيع مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري منتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي يتهمها كثيرين بأنها أحد أبرز الداعمين لهذا الهجوم أن يصدر بيان يدين فيه هذا الهجوم؟ لو علمت أن السيد خالد المشري أو مثلا الدولة متبني لهذا الهجوم أو داعم له سأصرح بهذا الأمر وسأكون من أول المحاربين للمجلس الذي أنتمي إليه. لكن هذا الأمر لا علم لي به، ولم يعلق أحد على البيان الذي أصدرته، ولم يتجرأ أحد على حتى التعليق أو القول أو الاعتراض على هذا البيان. نحن لا نعلم بالنوايا وما يدار خلف الأبواب، لكن بشكل عملي حقيقي لم يطرح أحد سواء كان دعم الجدران أو الموافقة على أفعاله التي قام بها من إغلاق المواني. لكن البيان كما أشرت هو عمل يختص به المجلس يصدر بعد جلسة، لكن ما قمت به أنا من 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 إدانة فعل طبيعي، سواء كنت في منصب الآن الذي أشغله وهو منصب النائب الأول أو أي مواطن ليبي يدين هذا الأمر كما أشرت بطبيعة الحال. لكن مسألة الدولة لا يتبنى أفعال الجدران على الإطلاق ولا يقبل هذا الأمر. ابقى معي أستاذ ناجي مختار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. أنتقل الآن ليرحب بالأستاذ عبد الحميد الشندولي نائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة. أستاذ عبد الحميد أهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، محبتين بك. أسألك بداية عن تعليقكم على هذا الهجوم على الموانئ النفطية وكذلك ما تشيعه بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ما يكتبه عدد من النشطاء على أن عدد من أبناء قبيلة ورفلة شاركوا في هذا الهجوم. أولا دعني أصحح لك الصفة، أنا عضو في المجلس الاجتماعي ولست نائب لرئيس المجلس، وأنا رئيس لجامعة بن وليد، ودعني أتحدث عن الصفحات التي تناولت هذه الأخبار الملفقة والكاذبة وهذا الزيغ. لا أساس له من الصحة، لا يوجد أحد من بني وليد شارك في هذا الهجوم، ونحن كمجلس اجتماعي نسجل إدانتنا الشديدة لأي هجوم ومن أي طرف على الموانئ النفطية. هذا قوت الليبيين ويجب أن يكون في أيادي أمينة وتتولاها المؤسسة الوطنية النفط، وهي المسؤولة عن تكليف حتى من يحرص هذه الموانئ. تنفون كذلك أن يكون الجدران قد انطلق من مدينة بن وليد التي قدم إليها من نالوت قبل أن يتحرك باتجاه الموانئ النفطية، هذا الأمر الذي تنشره وسائل التواصل الاجتماعي وبعض النشطاء، تنفونه؟ أخي الكريم يبدو لي أن بني وليد ما زالت على نفس القدر في أحداث 2011 و2012 والشائعات التي تثير بين الفينة والأخرى حول بني وليد. أنتم تتحدثون عن الجدران. الجدران هو من المعسكر الذي قام بتدمير ليبي في سنة 2011، والآن الصراع ما بين أطراف فبراير نحن لسنا مسؤولين عنه. لم نأوي الجدران ولسنا مسؤولين. إذا دخل الجدران خلف لبني وليد نحن لا نعلم بذلك. لكن لماذا وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي تحمل مدينة أو قبيلة بالكامل بهذا المعنى؟ لماذا لا تتحدثون عن مدن أخرى مثل طرابلس وأجدابي وغيرها عندما كان الجدران يتحرك فيها بكل حرية؟ ما هذا البهتان؟ ما هذا الزور يا أخواننا؟ أرجوكم
ارجوكم ان تراعوا الله في بني وليد. دمرتوها في 2011 ودمرتوها في 2012 وما زال الان تتحدثوا عن ان هناك فصائل تأويها بني وليد. اذا كان تتحدث اخي الكريم عن استاذ خارج سيطره بني وليد منذ 2011 وهي اقرب لكم واقرب لمفراته واقرب لكل قواتكم المسلحه ودفاعاتكم. ارجوك يا استاذ عبد الحميد شنجوري، ارجوك يا استاذ عبد الحميد لا توجه إجابتك بهذه الطريقة لي أنا أو للقناة. أنا أنقل لك ما ورد في بعض وسائل الاجتماع أو وسائل التواصل الاجتماعي، ومن حقكم أن يكون لديكم فرصة للرد على هذه الاتهامات أو هذه الشائعات. لو كنا نريد أن نتبنى هذه المعلومات. أحترمك كل احترام وأشكرك على إتاحة الفرصة. أنا أوجه حديثي للناس التي ستداول هذه الأخبار بالتأكيد على وسائل التواصل أو في قنوات الإعلام أو على مستوى القيادات السياسية. بالتأكيد حتى أؤكد أن قناة ليبيا الحدث صحيح، أؤكد أن قناة الحدث أيضا كما أكدت أنت أيضا أنها لا تتبنى أي من هذه الاتهامات التي يطلقها بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي أو المشهورة على المواقع التواصل الاجتماعي. أنتم تنفون كذلك هذه الاتهامات التي يسوقها هؤلاء إليكم. أعود طيب أيضا الحديث عن كتيبة أيضا إكمالا لفكرتك وأيضا سؤالي عن كتيبة الفطماني التي يتحدث البعض أنها شاركت، كيف تعلق على هذا الأمر؟ اولا اخي الكريم انا لا 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 ارى ان وجود لاي كتيبه اسمها كتيبه الفطماني في بني وليد. بني وليد يا اخي الكريم لا وجود مسلح في بني وليد اطلاقا، لا ابناء بني وليد ولا غير بني وليد. بني وليد من 2011 و2012 جردت من كافه الاسلحه وهي مدينه امنه مسالمه تدعو الليبيين للجلوس على طاوله الحوار الوطني الحقيقي لانقاذ ما تبقى من الوطن. ثم صفحات التواصل يا اخي الكريم لو ركزت على الموضوع يتحدثون عن الدكتور عبد الحميد الشندولي رئيس جامعه بني وليد شارك في القتال وهو على علاقه بالمقاتله. انا يا اخي في بيتي في جامعتي لماذا هذا انا مش عارف هل التهمه دي منين جت؟ هل يعقل لي؟ انا اشرف من ان اقاتل الليبيين، اشرف من ان جر وراء هذا العبث يا اخي الكريم. ثم كتيبه الفطماني لا وجود لهذا المسمى اطلاقا، نحن اللي عندنا في بني وليد موجود الجيش ومسؤولين عن اولادنا، والله موجود مديريه الامن. او حاجه ثانيه اسمها سريه امن بني وليد هذه تدفع للمجلس الاجتماعي، هذه شباب متطوعين من ابناء بني وليد ويحموا في بني وليد. لا وجود لاي مشاركه لا كبيره ولا صغيره ولا نعرف هذا المسمى. طيب ابقى معي استاذ عبد الحميد الشندولي عضو رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة. مجددا اعود اليك استاذ عصام التجوري. بناء على حديث الدكتور فوزي الحداد وأنت متفق معه بطبيعة الحال، ذكرت ذلك في بداية هذه الحلقة، أنتما متفقين على أن الجدران هو أداة بيدق وليس قيادي كما تحاول هذه الميليشيات إبرازه أو ترويجه. لماذا برأيك هذه الميليشيات المؤلفة من سرايا الدفاع ومرتزقة من إفريقيا تحاول إبراز صورة الجدران على أنه قائد هذه العملية؟ هو طبعا المحاولة الآن لسببين، أولا في خلط أن باعتبار يقولوا أن السيد هذا إبراهيم أنه آمر حرس المنشآت النفطية الذي تم خلعه من مكانه وهو صاحب الشرعية، وهو حقيقة لا يوجد لديه قرار رسمي بهذا التكليف، وخاصة أنه رجل مدني كلف أنذاك بما يعرف المكتب السياسي لبرقة فيما يعرف بإعلان رأس لانوف، ومن ثم استلم بطريقة أخرى بوجود الأموال التي ابتزها من الحكومة المؤقتة أنذاك، حاول أن بحجة مرتبات وأنه يشرف على تلك المنطقة أمنيا، وسمى وانطلق بعد ذلك عن طريق شخص آخر لا أذكر اسمه الآن أعطاه ورقة بأنك أنت آمر حرس المنشآت النفطية إضافة إلى منصبه كمكتب السياسي لما يعرف ببرقة آنذاك. هذا الرجل باعتبار الجغرافيا التي تحدثت عنها سابقا أنا يقول أن هذا أرض قبلية وأنها تمتد لأهلنا في المغاربة، فهو رجع لحق أصيل لهم في تكريس للأسف ثقافة ابتدت في ليبيا ومتشبثين بها وللأسف نتفاخر بها إلى الآن، أن اللي جنب معبر اللي جنب مطار اللي جنب ميناء هو رزق لهذه القبيلة التي تقول بأنها جغرافيتها، فبالتالي هو يقول أنا الآن آتي وأنا زي ما صرحوا زمان سرايا ما يعرف ببنغازي
او ما يعرفش بقايا ما الشورى بعض، لان رانا والله راجعين الحوشينا بالسلاح وبالدم والمذابح. الان نفس الاسلوب، الرجل خرج وقال احنا والله راجعين لبيوتنا، وقاعد يوزع في وكال وشراب وبشوش، قاعد عبابة رسنوف يودع في الناس، وربالكم من فلان قدامكم، وهذا كل خوتكم ونحن خوتنا، وبيحاول يظهر أنه هو زعيم في المنطقة وغيره، ولكن بأمانة وكل شفية، ويعرف الكلام هذا هل خليج السدرة. نعم. إنك أنت أول من قسمت المنطقة غادي، وأنت آخر من يتكلم على هذه القبيلة اللي أشرف منك رجالها اللي نعرفهم كويس، وأقرب المقربين لك ما همش من قبيلتك إذا كنت أنت أبو القبيلة، صح؟ وهذا الكلام هذا مش هو يدير في غيره، غيره من يدعون دفاعنا على القبائل أكبر بزنس معاهم، والحسبة والأرصدة والقلم السري متاعها ومصورين، وحتى مصور ما هوش من بني القبيلة اللي هو يدعي الدفاع عنها، بما فيها استنساخ نفس الحالة الجذرانية هذه. سمى ناس مجموعة من هالمنطقة وللأسف أبناء عمومة له، لأن هذول الصفوة معناها لخلين شنو؟ قذرات حشاهم؟ ماذا تقصد؟ هو اللي قسم، فبالتالي هم اللعب على الجذران فقط من ناحية قبلية، وهو فشل فيها سابقا وفشل فيها الآن فقط. الآن أنا أقول لك جماعة، وما قال والله هي في استقبال له في السكنية، واحد قال لك في استقبال له مش عارف وين، نعم في استقبال ولازم ينكرش. هذول الناس بتاع العطايا، هذول بقايا الصفوة اللي زاكبين في حياش الناس اللي ما طبقتش دولة القانون، وهذا مسؤول عليه منه الكل في الملف الأمني غادي، الكل في ملف الأمني رزقوا لبعض شوية، معلش هذا ولدنا ومش عارف هذا، معلش هذا نحن نكفلوه، والكلام ما طبقش القانون غادي. طبقت الأعراف السيئة البائسة اللي دمرتنا ليبيا، قامت كدولة على مكون قبلي ما صدروش فيه للمشهد السيء، مع احترامي لبعض القبائل اللي يشحت أنها صدروا رجال أفاضل، خطية ما يصدرش المشهد القبلي في ليبيا إلا سيئوكو اللي كل يوم اللي أول أمس في مربوعة الجذران اللي قال عين دفع مسبق، طبوا لما طاح الجذران طبوا قمعزوا في عند مستشار عقيلة وعند القيادة، ومنقابل قاعدين عنده هو، ومنقابل عند هذا مقريف، ومقابل عند بعدها جاء ثاني اللي جاء الأسماء تتطور كل يوم نفس المسافين ومتسقدين في مكان. إذن محاولة هذه الميليشيات استغلال صورة الجذران للعب على القبيلة، وهي ستفشل في ذلك، لأن القبيلة والقبائل كافة أصدرت بيان أدانت في هذا الهجوم. الآن أقول لك صراحة الموضوع مش بيان، رأي فيه يكتب في بيان وقلبه معه بس مش يسجل موقف. طيب غير متمكن السرب، معي سمحني أنا في سؤال بس للناجي الموجود معنا، أنا مهمة شوية بالنسبة لي، وحتى هو تم وتم اللي بين كلكم. سيد إبراهيم جذران مطلوب حسب مذكرة الموجودة عنه من النائب العام، أمر قبض، أمر قبض موجه إلى البحث الجنائي نالوت، يطالبوا فيه بتسليم تحري عنه وتأكد منه موجود وكذا كذا، أشاروا لمذكرة جلب قبض. السيد إبراهيم جذران ومن معه ارتكبوا جريمة اقتصادية من درجة أولى، ماسة بالأمن القومي، إقفال النفط، محاولة تهريبة، ابتزاز الدولة، عنده عدة جرائم. جريمة التهريب حفظت، هذه عرفها أنا بتاع الباخر يذكره اللي بيه، هذه حفظها مكتب النائب العام، الأسباب هو يعرفها، بس المذكرة هذا حسب علمي إن هي ما أعتقد إن القبض هذا مدور على موضوع الابتزاز. السؤال اللي نطرح الآن الأستاذ ناجي إنه ممكن لصيق بهذه القضية، حابين أفهمها بس، كيف السيد إبراهيم جذران اللي جول برا ليبيا وبجوازه راه على فكرة مو جواز مزور، معلش مذكرة جلب دولية مكتب النائب العام، عفوا دولية، ما عندهاش مذكرة قبض دولية، نبي نفهم كيف البلاد ماشية. هذا سؤال توجهه للأستاذ ناجي مختار. بس عنده معلومة إنه هو ممكن لصيق من الفضاء، ممكن عنده بس معلومة مش اتهام الرجل، لكن ممكن بس لأن باب مطلع. أنا حاولت نوصل معلومة هل في مذكرة جلب دولية أو لا، وفي تواطؤ من الدول اللي يجول فيها ما ينفذش في. طيب أعود إليك أستاذ ناجي مختار، رئيس أو نائب الأول لرئيس مجلس الدولة. أستاذ ناجي هل أنت معي؟ نعم سيد أحمد. الأستاذ عصام تجور يسأل لماذا لم تصدر برأيك مذكرة جلب دولية لإبراهيم الجذران الذي ارتكب جرائم كبيرة خاصة فيما يتعلق بهجومه على الموانئ النفطية؟ أعتقد حسب ما أملك من معلومات حول ملف الجذران وأنا مهتم به، أن توجد هذه المذكرة بتاريخ سابق يعني أكثر من عامين، لكن تفاصيل الملف وماذا حدث بعد ذلك لا علم لي، وهذا شأن يختص به مكتب التحقيقات لدى مكتب النائب العام. لكن مطارد الجذران كشخص مجرم في حق الليبيين وسبب خسارة مئات المليارات
وتسببه في كل ما يعانيه الشارع الليبي الآن من انخفاض سعر الدينار الليبي وصفاف الناس طوابير أمام المصارف أكبر دليل على إدانة هذا المجرم وضرورة تقديمه إلى العدالة. لكن تفاصيل قضيته ومن يتابعه لدى مكتب النائب العام هذا أمر يخص. طيب قبل العودة إلى دكتور فوزي الحداد أريد أن أفتح بالنقاش بينكما أستاذ عصام تجولي دكتور فوزي الحداد. أستاذ عصام نعم هو كلام الأستاذ ناجي مضبوط أنه هو مهوش اختصاصه لكن المعلومة الآن أكدنا هي معلومة غاية خطيرة إذا كان في مذكر جلب دولية كيف يتحرك كيف الراجل يتحرك بين الدول برا التالي معناها راهي موضوع هذا ما شفناش منه بيان وموقف مكتب النائب العام يوجه لهذه الدول اللي دخلها جدران خاصة لنا تونس لما دخلنا رود دخل جاي من تونس كيف موقف مكتب النائب لأنه هو في الأخير ما ناش مشكين فيهم لكن هذه المطالبين يوضحوا للليبيين هذه المواضيع لأن حقيقة لو جدران في من يتابع في أمر جلبة وفي جدية حقيقة راهي على طول سمعنا في مذكرة وبيان من مكتب النائب العام يقول يا أخواتنا في تونس كيف الرجل تبين خشم من حدودنا من غادي كيف دخل تونس طيب. لكن ما شفناش كلام هذا لأن راهي مسؤولية تضامنية شعب دولة مؤسسة قضائية إذا مؤسسة سياسية اللي تبارك فيه الآن على صمت وأيضا مؤسسة ملفات أمنية يعني رانا ما نتكلموش على جدران الشخص نحن نتكلم على جدران كأداة باش تنتزع يعني هؤلاء الأيادي يعبث بها من أطراف خارجية ما لم نعمل على إنهائهم نهائيا قضائيا تحديدا رغم ما شفناش الآن متحالفين مع فلان طيب. وعلان وغيره أعود إليك دكتور فوزي الحداد الكاتب الصحفي دكتور أسألك عن ردود الأفعال الدولية على هذا الهجوم على الموانئ النفطية هل كانت في حجم هذه الكارثة هذه الجريمة أم كانت أقل منها بكثير؟ دكتور فوزي الحداد الكاتب الصحفي ضيفي عبر الهاتف من القاهرة هل أنت معي دكتور؟ غير موجود أعود من جديد إلى الأستاذ عبد الحميد الشندولي عضو رئيس نعم عفوا عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة أستاذ عبد الحميد هل أنت معي؟ نعم طيب يتكرر السؤال عن كتيبة 28 مايو منذ قليل أكدت أنها تتمركز في منطقة سدادة وهي منطقة خارج سيطرتكم هل تؤكد ذلك مجددا؟ لا تقولني ما لم أقل أنا لم أتحدث عن كتيبة 28 كتيبة 28 من حل من سنة 2012 الفطماني يتمركزون في سدادة كما تدعي عفوا لو سمحت تفضل نعم وكتيبة الفطماني؟ ولا أساس ولا وجود لمسمى بكتيبة الفطماني ما هو موجود في بني وليد الجيش والشرطة الأجهزة الرسمية وموجودة سرية اسمها سرية أمن بن وليد داخل الحدود الإدارية تتبع للمجلس الاجتماعي من أبناء بن وليد مسؤولين عن حماية بن وليد فقط من يتواجدون في سدادة المخابرات العامة سواء في القوات المسلحة أو في المنطقة الغربية يعلمون جيدا من هم ومن هويتهم وما هي حجم قوتهم وهم أقرب للضربات الطيران أو الهجوم البري نحن لسنا مسؤولين عن إسداد من سنة 2011 الحاجة الثانية ما أود تأكيده أن المجلس الاجتماعي وأبناء ورفلة أينما وجدوا يدينون أي اعتداء على مصدر قوة الليبيين ومن أي طرف هذه ناحية الناحية الثانية نطالب بتسليم كافة المواني والمطارات ومناطق العبور للقوات الشرطة وليست قوات الجيش ولا الميليشيات الطاقة هل أنت في الاستماع؟ نعم أيضا هناك من يتحدث أن كتيبة 28 مايو لازالت قائمة ولم تحل أستاذ عبد الحميد أخي الكريم والله صدقني لا وجود لما يسمى كتيبة 28 إذا كان هي موجودة ممكن تكون في طرابلس لكن على حسب معلوماتي أن الشباب الذين كانوا ينتمون لكتيبة 28 هم من أبناء ورفل الذين شاركوا في أحداث 17 فبراير ثم انتهت في, 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 في أواخر سنة 2012 نعم أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الحميد الشندولي عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفل لا أعرف ما كان الاتصال مع دكتور فوزي الحداد الكاتب الصحفي جاهز أم لا دكتور؟ طيب أعود إليك
مجددا أستاذ عصام تجوري المحامي والحقوقي، أسألك عن ردود الأفعال الدولية، كيف رأيتها؟ هل كانت في حجم هذا العمل الجبان؟ لا، أعتقد أن الردود الدولية كانت مغايرة جدا وكانت ضعيفة جدا. وحقيقة أنا مصر على ما استقرأته في بداية حديثي ومن قبل في تحليل هذا المشهد، بأن الأصوات الدولية اللي هي مفرض متضررة من هذا الفعل هي حقيقة مستفيدة من ارتفاع من توقف النفط الليبي، مستفيدة لأن الأسعار هتكون في الزايد. الدول المصدرة النفط اللي تم تخفيض حصتها باستثناء ليبيا ونيجيريا أيضا هتستفيد، باستثناء بعض الدول اللي ممكن ما لهاش ملفات مخابراتية في الشغل هذا، ما عندهاش فيها الثقافة هذه وداخلة في اللعبة هذه. لكن الدول المتمثلة في قطر وإيران وأيضا إيطاليا والدول زي ما يقولوا المستوردة تحديدا مش غير المصدرة، أيضا يهمها أن نوع ما يصير ربكة، لأن هي تصدر فيه طاقة وتعيد في إنتاجها تايب ترفع الأسعار. ونرى ما نقول دول أنا يعتبر رأيي تصنيف خاطئ بالنسبة لي بأمانة، لأن رأي العالم لن تدير شركات متعددة الجنسية أكبر من الدول حد ذاتها. الشركات تحط حتى في رؤسها وتمون في أحزاب وتشيل وتحط، فالموضوع راهي ممكن أنا ممكن عشان ندل المشاهد مضطر نقول دولة سين وصاد، لكن راهي هن شركات توتال وإيني وغيرها غازكم مش عارف، راهي عالم تحكمة جين كون هذه الرقمية جين سكوب هذه راهي ترقي وتنزل بورصة. لما جيت تقول لك نحن مثلا مش عارف قناتنا محلية ولا يعني يسمحنا فيها جماعة في المواصلات نفس، نحن مثلا مش معلن كم وصلنا عملية التصدير خوفا من أنه يطالنا التخفيض. جيمس كوب هذا لما نجي نقول طالعة حاطة بالأرقام، حاطة حتى الانتاجات اللي يسموا فيها السوائل النفطية انتاجنا حاطة كل شيء رقمي. لكن أوبك تستثني ليبيا من عمليات التخفيض نتيجة الظروف التي تمر بها، وكان نحن عالمين أن نحن صدروا في قيمة معينة حد معين الحد اللي وصلنا له بفضل الله، اللي جاءوا الأخوة الآن أفسدوه لصالح أطراف دولية. الشيء الخطير جدا الآن اللي قاعد يصير الليبيين مش فاطلين له، بأنك أنت توصل الحاجة يسموا فيها النمو الاقتصادي، أنت النمو الاقتصادي لما يرد ما هوش سهل عليك أنك ترجع، مش كيف مش تعاود إنتاج النفط أو غيره، هذا بيتأثر وهذا مردود عليك. سعر الغذاء العالمي اللي شفنا كنا مرتفع بسبب التوترات الاقتصادية، فالموضوع مرتبط ببعضه ليس هو فصل. الأكل والشراب مرتفع في العالم بسبب أنك أنت هذه ماكينة بتشغلها، اللي شغلها الطاقة اللي هي النفط المرتكزة على العالم، وكل ما زاد عليه الطلب وخافوا التوترات فبالتالي بيشتري المخزون فبيأثر في السعر. طيب. هذا مكاسب في بس مش ما تلحش الفكرة هذه. المصطلح النهائي لهذا الوضع أن يجب أن يضع الليبيين سؤال في تغريدة للمؤسسة الوطنية للنفط، راهي الحرب ما كانش بندقت العصابات الآن. هل يعلم الليبيين بأن الوزارة المالية في حكومة الوفاق بدل ما تعطيه الأموال للمؤسسة النفطية باش تدير تحديث للأضرار السابقة وتزيد مستوى الإنتاج والتطوير داخل الأدوات في الموانئ والحقول تعرقل في صرف هذه الأموال؟ إذا راهي الحرب من داخلنا بأدوات وأيادي ليبية. طيب محليا منذ قليل تحدثنا دوليا من لديه المصلحة، من المستفيد ومن الذي دعم هذه العملية، لكن محليا برأيك من هي الأطراف التي يمكن أن تتهمها بالتمويل والدعم اللوجستي لتحرك كل هذه العربات والمرتزقة من إفريقيا وصولا إلى منطقة الهلال؟ هو شوف، هو طبعا كمصطلح قانوني الاتهام دائما هو من السلطة القضائية التي تتهم وتحديدا مثلا في النيابة العمية اللي الآن أنا عبر شهادتكم ألومها لأننا الآن ما عندناش مقبوض عليهم في هذه القضايا. لو طبق القانون بتقول أنا الشرطة، أنا عارف أنها بيقول لي الشرطة هي تنفذ أو الجيش هو اللي ينفذ أو المؤسسة الأمنية يتنفذ، أقول لك يا سيدي الراجل هذا يدهور وقاعدين يا جماعة، تمشر عنة بعض هذه الميليشيات المتضامنة معاهم اللي تسرق في الزاوية في صفات الزاوية، الآن تحتك قاعد جهاز أمني ولا ننكرول كنا ماذا بدل من مقبوض عليه مرمي الآن مشرعا وخاش في خط التأمين وترتيباتهم الأمنية. بالتالي أنت للتنفيذ الحكومة الوفاق اللي يقول عليها أو حكومات متعاقبة هي اللي مكتب النائب العام مفروض أنا إجراء يمن سيب الشغل ونروح. أنا بأمانة وما فيش حاجة اسمها والله نشتغل يجيني والأخرى الله غالب علي، لا، العدالة لا تتجزأ. هؤلاء الناس المسؤول اللي حط له قرار شرعا حطه في قائمة الاتهام والتحقيق، أنت مكنت مجرم، أنت
أعطيتها حصانة أخرى نحط لك فيه بالتقصير والإهمال. الجهات السياسية التي شرعنت هذه الميليشيات والتي تعطيها مرتبات شهرية، وزير الداخلية الآن في أوامر والتي لم تنفذ أوامر القبض، هي يعني كلها متهمة، أعطيه ترقية بالمسؤولية، يصرف لك مرتبات، هذا متهم، حطه في قائمة الاتهام. من مول هذا الهجوم برأيك؟ داخلياً. طبعاً دعنا نتكلم بوضوح. الآن عملية الشركات اللي قاعدة تصير توا اللي هي الاعتمادات المالية اللي عدت بطريقة عشوائية، حتى مدينة بنغازرة حتى باسم بنغازي وبيضة وطبرق وغيره وغيره، ناس شركات وهمية، هذا المال اللي جاهم وصلهم اللي كان الدولار بيع بثمانية وستة واخذة بجنيه وثلاثة واربعين، صور عليش عطينا له، هو ليش من دون الشركات عطوه له هكي بلاش في ثمن شن بيقدم وين بيعطيه؟ هذا الملف إذا فتح ولو عندنا أجزمية مش تمشي تبزز معهم، لا أجزمية تمشي تحقق وين وصل المال هذا وكيف وصل، تو توصل حقائق واجدة، تو يلي بي ترتاحوا، لكن حتى يتكلف الملف تقول لي يا رجل عدي أشقبي عدي قمعز تيم أرقام قد يكون ضعاف المليون عندك بحاجة أسوى أستاذ عصام، أسوى تبيعوا فيه قابل، لكن يوم بكرة من إشعار هذا الهجوم على الموانئ النفطية مصدر الاقتصاد الليبي قد يكون ممول أيضا من خزانة الليبية، ممول عبر الاعتمادات الممنوحة لبعض قادة الميليشيات، ممول اللي يقدر ينكر كلام هذا. معلش العدد خلي واحد قال لك جدران رأي مستلم مبالغ مالية ومش عارف من قبل ممكن يمول روحه وجماعة، فيقوا كم استلام الجدران وكم صرف منهم وكم ابتزوا وكم مرة يمتسك وكم صرف على مرتبات منهم وكم صرف تموين، يعني منطقيا انت هو بعد بدري قلنا ضرب في ميت حرام، هو راجل بيبان بطل وبيعاود ديروا لي حل، اخر كلمه واضحه انه يديروا حل، واموالك واتفاقات عندك اتفاقات ويعرفوا كويس كلام هذا، عندك اتفاقات عندهم مديونيه كما سددتش توا تو نشوفوهم المجموعات اللي معك. طيب ايضا تقرير ديوان المحاسبه تحدث عن ملايين الدولارات صرفتها وزارة الدفاع الوفاق باتجاه تأسيس أو دعم قوات معينة، رغم أننا لم نرى أي من هذه، لا أسسوا جيش ولا قوات أمنية، هل يمكن أن نقول أن هذه الأموال التي تحدث عنها دول المحاسبة ذهبت هي الأخرى في إطار تمويل مثل هذه العمليات؟ تقرير دول المحاسبة بدل ما يتحدث معنا محترامي جهد الناس في خدمة التقرير، لأن في الأخير اللي خدموا هذول ناس حاولوا بقدر جهدهم يجمعوا معلومات ونعرف العوائق والتهديدات وياما صار فيهم، لكن صانع القرار في الديوان عند المادة 19 من القانون رقم 19 سنة 2013 شو تقول؟ تقول في حالة اكتشفت ديوان المحاسبة تجاوزات مالية وأن أموالا صرفت في الأوجه الصرف الغير صحيحة والتي نظمها القانون، يصدر قرار رئيس الديوان باسترجاع بإلزام هذا المسؤول باسترجاع هذه الأموال، وعلى المسؤول اللي هو شخص تم توجيه إصدار قرار باسترجاع هذه الأموال أن يتظلم هذا القرار قدام القضاء الإداري. في قرار صادر بالكلام هذا ولا هو تقرير سياسي واستغل تعب الشباب اللي معاه في الديوان والتعب هذا كله ومش عارف إيه، وهذا في الأخير تقرير محتاج تحقيق، بتكمل الرقابة، بتكمل مكتب النائب العام، طريقة التسليمة اللي شفناها هذه تمشي المجلس على القضاء حق حق مش على القضاء دورة تنظيمي حط ترتيب وكذا وكذا ويوزع مهام، اشتخ المسألة على القضاء مشيلة، هذا يتوجه لمكتب النائب العام أو للرقابة الإدارية صعبة سلطة تحريك الدعوة ولا الهيئة الفاشلة اللي كنت فيها أنا هذه اللي ميتة قاعد حاطة واحد في شنطة هيئة مكافحة الفساد. طيب أنتقل الآن مجددا إلى دكتور فوزي الحداد. دكتور هل أنت معي؟ نعم معك. سألتك قبل أن ينقطع الاتصال معك دكتور عن تقييمك لردود الأفعال الدولية حول عملية الهجوم على الموانئ النفطية، كيف تقيمها؟ نعم، في حقيقة كثير مما يقال حول هذه المسألة، يعني بعيدا عن أن تحركات هذه المجموعات المسلحة تمت تحت أنظار هذه الدول دون أي استنكار مسبق أو حديث مسبق، نراجع يعني البيانات الصادرة من الدول المشرفة على الأزمة الليبية إنجاز القول أو التي دائما ما تعلق ببيانات. يعني أولا في معظم القضايا السابقة كان هناك بيان مشترك بين الدول الخمس، يعني أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروما وألمانيا، ولكن هذه المرة لم يكن هذا البيان الخماسي، بمعنى أن أولا هناك اختلاف في وجهات النظر حول هذه المسألة، ثانيا البيانات التي قرأتها
تستنكر أو تدين هذه العملية، ولكن لا تصف أولا من يقام بها بأنه إرهابي وهذا هو التصريف الصحيح، وإنما تصفها بأنها مجموعات مسلحة. ثم تقول أيضا لابد أن تخضع هذه الموانئ أو لإشراف جهة ما، تقريبا هذه هي الصيغة، ولكنها لم تحدد هذه الجهة، يعني لم تذكر الجيش الليبي الذي كان يدير هذه الموانئ ويقدم كل السبل للمؤسسة الوطنية للنفج تقوم بأعمالها على الوجه الأكمل. وكان ينبغي حقيقة على هذه الدول أن تشير على الأقل بجهود الجيش الليبي طوال الفترة الماضية لتحسن فيها الإنتاج لأكثر من مليون برميل يوميا. كل هذه المفردات الغائمة والتغاضي عن هذه الحقائق الحقيقة يضع علامات استفهام معينة حول بيانات هذه الدول وحول ماذا تريد فعلا من ليبيا، وهل يمكن أن نقول أن لها يد ما في هذا الأمر، أو أنها تريد أن ترسم صورة جديدة للاقتصاد الليبي. لا يخفى أيضا الاختلافات العميقة بين روما وباريس، وحتى الأزمة اللي حصلت الأسبوع الماضي ووصلت إلى التهديدات والتلويح حتى بسحب السفراء بين روما وباريس بسبب أزمة الهجرة غير القانونية المندلعة من ليبيا بحسب كلام هذه الدول، وصعود اليمين المتطرف الإيطالي إلى السلطة حاليا. كل هذه طبعا اعتبارات لا بد أن توضع في الاعتبار. أعتقد أن هذه البيانات الصادرة لم تكن في المستوى المطلوب. هناك بيانات سابقة عندما حصل غزو للنفط طالبت هذه الدول بانسحاب القوة أو القوات المهاجمة، في هذه المرة لم تطالب في بيانتها أيضا بانسحاب صريح للقوات التي أو للميليشيات التي اقتحمت إيران النفط. إذن يعني لم تعجبني حقيقة هذه البيانات، ورأيت فيها انتكاسة دولية في دعم مسار السلام في ليبيا. أنتقل الآن إلى الأستاذ جبريل السعدي ناشط مدني من مدينة سرت. أستاذ جبريل أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور أحمد، وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام. أستاذ جبريل، الكثير لازال يسأل عن حجم قوة العدو التي تحركت باتجاه الموانئ النفطية، كيف تمكن هؤلاء، كم يبلغ عدد ألياتهم، من مولهم، أين تجمعوا، وكيف كان خط سيرهم باتجاه الموانئ؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المجموعات لا يخفى على أحد أنها تجمعت بمنطقة القلعة جنوب سدادة. التمويل المعروف هي جماعات الإخوان المسلمين وجماعات التيار الإسلامي المتطرف بقيادة عبد الحكيم بالحاج، والدعم واضح من مدينة مصراتة وبعض المدن بالغرب الليبي وحتى من خارج ليبيا، يعني هم تحصلوا دعم حتى من خارج ليبيا. خط السير هم نقطة التجمع الأولى هي بعض الأودية بمنطقة محيط منطقة بن وليد، وكذلك منطقة الزدادة أو ما يسمى القلعة، هي نقول احنا الزدادة، هذه التمركز الرئيسي لهم. يعني هم على مرمى الحجر ما بينهم وما بين بوابة الزدادة، حيث تتمركز قوات البنيان المرصوص، دعم يعني تحصل على دعم كبير جدا، مدرعات، آليات حديثة، أسلحة متطورة، القوة لا يستهان بها يعني. لكن الحمد لله قوات جيشنا والقيادة قيادات الجيش الحمد لله يعني متمكنين. الفارق ما بيننا وما بينهم ان قياداتنا متعلمين وقارينها على يعني في 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 كليات عسكريه، اما هم يعتمدوا على مثلا الهجوم المباغت او الهجوم الغادر. هم سلكوا المسلك طبعا من منطقه، نحن نرصد حتى في تحركاتهم، تواصلنا مع الغرف العملية الجيش نعطوا فيهم المعلومات أول بأول. هم طبعا ما تقدرش تحصر مثلا كقوة مثلا تقول مثلا عدد كذا، لكن هم يأتوا مجموعات، يأتي مثلا 40 سيارة 50 سيارة 30 سيارة ويتجمعوا. هم سلكوا طبعا في منطقة يقال لها قحفية، مروا على منطقة زمزم وبونجيم، تمركزوا في منطقة القحفية، هذه تقع جنوب غرب منطقة جارف بعد مدينة سرت حوالي 30 كيلو، وانطلقوا
بعدين فوق بوهادي، الطريق اللي فوق بوهادي، واستمركزوا في منطقة الحنيوة. وطبعا هذه تعتبر صحراء يعني شاسعة، صعب ان مثلا تقدر مثلا تسيطر عليها مثلا سيطرة مطلقة، باعتبار ان حتى يعني الحظر الجوي، الحظر يعني مثلا في الأسلحة والطيارات الليبية، يعني ما هيش الطيارات الحديثة يعني اللي تتمكن مثلا من الطيارة لساعات طويلة. هم حاليا عبارة عن خليط ما بين المقاتلة بكافة أصنافها، التكفيريين والذين ميليشيات الجدران، تعتمد على حتى من طابع قبلي وطابع مناطقي وسرايا الدفاع عن بنغازي. طبعا هم هذا يطلق عليهم، هم ما بين المزيج التكفيري وما بين المزيج الإخواني، ومعهم حتى من أنصار النظام السابق يعني المرتزقة. طيب دعني أستمع إلى حديث الأستاذ عصام تجوري على حديثك بناء على ما تفضل به الأستاذ جبريل السعدي. هو يتحدث عن مشاركة أطياف واسعة في هذا الهجوم على الموانئ النفطية إلى جانب جذران، يتحدث عن سرايا الدفاع بطبيعة الحال، لكنه يتحدث أيضا عن مشاركة من ميليشيات من مصراتة ومشاركة لبعض عناصر النظام السابق كما قال. كيف تعلق على هذا الأمر؟ شوفوا، ممكن أستاذ جبريل جابلنا كلام كنت معقب على الأستاذ عبد الحميد، تحياتي له وغدرنا الآن، أن يتحدث الدكتور عبد الحميد شندولي وكأن خطاب 2011-2012 مازال قائم في ليبيا. هو الأمانة يجب إعادة قراءة المشهد الليبي. ما عادش في حاجة اسمها معسكر فبراير ومعسكر نظام سابق، فجر وكرامة، ما عادش في المعسكرات هذينا. رهن تغير كثير في المشهد الليبي. شفنا حقيقة أن هناك أصحاب مصالح كثير كانوا معنا في الكرامة وأدعوا أنهم قلبا وقالبا وأنه مع عملية الكرامة، وبعد ذلك اكتشفنا أنهم كانوا فقط مرحليين أو كان لهم مهام داخل العملية لإعاقة المعارك أو لانتظار توقيت مهمتهم مكلفين بها وبعض المهام اللاحقة، وما زال بعض الأمور. وقالت يعني حصل ما تردد الشباب في كلمة المشير بأنه سيتساقط الكثيرون، وساقط ولا زال سيتساقط الكثر للأسف. بالتالي خطاب معسكر فبراير أو معسكر نظام هو الآن محتاجين تصحيح، لأن نتحدث عن جماعة فبراير يقول لك أنا والله المحسوبين علي القاعدة والتكفيرين والجهوين وكذا، أنا راني تبرأت وقاعد تبرأ منهم ونقاتل فيهم. الآن العناصر اللي قاعدة تعبث حتى هي في المشهد الليبي وشايلة سلاح، وكان يقول أنا والله نظام سابق وأنا صامد وأنا على مبدأ، أعتقد أنه يمثل نفسه وأنه مصارع شخصية. وأعتقد هذا المعسكر أيضا هو متشظي 4 أو 5 أفراد، وهو أصبحت مسألة مصالح. هناك من يحمل قضية وطنية، هناك من يحمل ثارات خاصة به، وفي من عنده أجندة سياسية ممكن تحترم وتقمعز معها في كل أطراف هذولا. تالي أنا أتمنى أن يكون دفاعنا حتى أبناء القبيلة الواحدة. أنا ما نقدرش أصاب يقول لك زكي منطقتك بالكامل. أنا لاحظت أن في ممكن زكي كامل، ما عادش يقدر زكي حدته. فمن تراك من ذلك تمنيت أن الدكتور عبد الحميد أن يركز على جزئية يقول والله نحن لا نبارك كمجلس شمال، نحن لا نبارك، وأنا عارف ما يبركوش وهم ضد هالكلام هذا كله، لكن لا نقدر نزكي أنه ممكن استخدموا بن وليد كيف ما قال حقيقة أنه مجرد من سلاح. يا مدينة دائما تتعرض لعملية تخوين ومواقفها وغيرها وغيرها، رغم أن شيء قيل فيها يعني كثير من الكذب، وأثبتنا ذلك في فترة القرار رقم 7. نعم، وكنا واقفين من المجموعة المشينا غادي، كلام كثير كذب وإشاعات فقط لهذه الغرايات قبلية من مدينة محسوبين كانوا على مصراتة أن يدخلوا على بن وليد بحجة أخرى. وللأسف بعض الليبيين انجروا وراء هذه الإشاعات رغم نداءاتنا لهم. أذكر الله يرحمه ويسامحه كان قائد هذه المجموعة بالمشايخ القبائل سعد أبو بدر الشهيد عبد السلام المسماري رحمة الله عليه المحامي. بالتالي نتمنى أن يعاد خطابنا. لم يعد هناك حاجة اسمها معسكر فبراير، لا عاد في عاد معسكر نظام سابق. كل واحد راي طلع عند حاجته، كل واحد طلع مصلحته. طيب المعلومات التي تتحدث عن مشاركة البعض التي أشار إليها منذ قليل الناشط المدني من سرت الأستاذ جبريل السعدي، مشاركة بعض الأسماء التي كانت تؤيد النظام المعلومات السابق، لديك معلومات في هذا الصدد؟ المعلومات اللي هم حسب ما شفنا من مقربين من غرفة عملية سرت يتحدثوا عن مشاركة أهل بن جواد، راسلوا بعض على صفحاتهم، شاهدوا من يحمل مثلا هذا الرأي. هذه كل المسؤوليات على روايات، وهذه تحتاج إلى تحقيقات وغيرها.
أنا الآن درنا تكلمت. طيب كيف تفسر ذلك؟ هناك تناقض كبير بين التيارين. لا لا لا، التيار الدين المتطرف وتيار المؤيدين للنظام السابق. هل يمكن أن نقول أنه نعم ترجمة لمؤتمر دكار الذي أرعته قطر وضم بعض القيادات المحسوبة على اللجان الثورية وبعض القيادات التابعة للإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة؟ لا ليس دكار، وفي مجموعة جلست في تركيا ومجموعة في تونس. دكار فيه كلام كثير وفي نقاشات أخرى، ممكن هم أهل الشان يطلعوا ويوضحوا شو صار فيه. لكن القصة هذول ناس أصحاب مصالح. دكار شارك فيها كلا الطرفين أو بعض المؤيدين للطرفين، جزء 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 من يمثل النظام. أنا أعرف جيدا أن جماعة الآن يؤيدوا سيف من سيف، ويرى أن سيف هو اللي يمثل النظام، ونحن مجموعة، وسيف أعلن عبر محامية انتخابات، ونحن مع انتخابات ونرفض حمل السلاح واستخدام القوة ونبو صندوق ونبو غيره. هل يقول نجي يقول والله جماعة النظام كلهم داروا داروا؟ أنا شخصيا نقل عني كلام لقينا فيه في هذه الجزئية أن راه يتكلم على نظام سابق، وبالتالي أنا راهي الموضوع يجب تحديد المفاهيم. ما عادش في حاجة اسمها لا فبراير، لا عاد في حاجة اسمها نظام سابق. كل مجموعة أخذته في مشربها وماشيين في موالهم، وواحد عنده حسية من هذا، وواحد عنده حسية هذا، واحد يستغل في قضية فبراير، والآخر يستغل في قضية النظام، ونعرف كويس هذا خناب سراقة فبراير، وهذا سراقة النظام، وهذول عندهم أحقادهم، وهذول عندهم أحقادهم، وما ليش علاقة وليبين براء به، والفبراير براء منهم، ونظام سابق براء منهم. دعني أنتقل إلى الأستاذ الشكري، صلاح الشكري، الناشط المهتم بشأن العام، أستاذ صلاح الورفلي. نعم أستاذ صلاح، أهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، وأهلا بضيوفك الكرام، وتحية من بني وليد إلى قواتنا المسلحة العربية الليبية التي تقارع الإرهاب وتحقق الانتصارات في درنا، وتحية لقواتنا المسلحة العربية الليبية التي تقاتل الإرهاب في الخليج سرت والموانئ النفطية الهلال النفطي، وتحية لشهدائنا شهداء القوات المسلحة العربية الليبية الذين يريدون إعادة سيادة ليبيا وكرامة ليبيا وأمن ليبيا واستقرار ليبيا. تحية للقائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر. أريد أن أرد على هذه الادعاءات على بن وليد. أولا الشخص الذي يذكر من بن وليد وهو المدعو المبارك صالح الفطماني وكتيبة 28 مايو، هذه ليست مستقرة في بن وليد، هذه موجودة في مصراته، وهي مجموعة من الذين كتيبة 28 مايو. كتيبة 28 مايو أن تؤكد أنها لم تحل، لازالت قائمة وموجودة في مصراته، قائمة وموجودة وفي موجودة في مصراته، وهي لديها بعض الأتباع في منطقة السدادة. والمبارك الفطماني الآن هو وزير الأوقاف في حكومة الإرهابي الغويل، حكومة ما يسمى بحكومة الغويل، وهو الذي يدعمه والذي يعطيه السلاح ويعطيه المال هي حركة الإخوان الإرهابية المجرمة المقيمة في مصراتة. أما قبائل بني وليد وورفلة في عموم ليبيا فهي مع الدولة الليبية، مع الاستقرار في ليبيا، مع الأمن في ليبيا، مع سيادة ليبيا، ضد التدخل الخارجي. بن وليد المدينة الوحيدة التي رفضت استقبال السفراء، استقبال المندوبين الدوليين، لأن بن وليد قالت أن ليبيا واحدة موحدة، هناك برلمان الآن يقوده السيد المستشار عجيلة صالح، من يريد أن يفاوض عليه أن يفاوض البرلمان ويفاوض السيد عجيلة صالح. قبيلة بن وليد هي القبيلة الوحيدة التي رفضت التدخل الخارجي في ليبيا من بداية فبراير 2011، وبالتالي كان موقفا وطنيا وليس موقفا لنظام أو لأشخاص أو لأفراد، إنه دفاع عن ليبيا، دفاع عن سيادة ليبيا، عن أمن ليبيا، عن استقرار ليبيا. وما قالته وصل في 2011 بأن هذه مؤامرة لا، ثبت بأنها مؤامرة. نحن نطالب الناشطين السياسيين وغيرهم والذين يتحدثون عليهم أن يرجعوا للمنطقة. طيب أستاذ صلاح، أعود إليك، هناك من يتحدث أنه إشاعة مشاركة بعض الأسماء من مدينة بن وليد أو من غيرها من بعض المؤيدين للنظام السابق، كما تحدث أيضا أستاذ عصام تجولي أنه في بعض المعلومات التي تتحدث عن ذلك. أتحدث عن هؤلاء، هل يمكن أن يكون هذا الأمر ترجمة
لمؤتمر دكار الذي شارك فيه بعض المحسوبين على اللجان الثورية رغم أن آخرين انتقدوه، وكذلك بعض المؤيدين لتيار الإسلام السياسي أو قيادات حتى في الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان المسلمين. من الآن نحن كشباب، أنا متأكد كشباب غرفلنا كلهم يا سيد أحمد مع القوات المسلحة العربية الليبية. طيب ماذا عن السيد البرغوثي؟ السيد الدكتور محمد البرغوثي ليس رئيسا للمجلس الاجتماعي في غرفلنا، وهو خارج المجلس الاجتماعي، وغرفلنا أنا متأكد من داخل بن وليد ترفض لقاء مع المدعو خالد الشريف وعبد الحكيم بالحاج في دكار، ولا أقول لكم مؤكد بأن ورفلة ترفض الإرهاب، ورفلة ترفض عبد الحكيم بالحاج، ترفض هؤلاء العملاء، وبالتالي ما قام به الدكتور محمد البرغوثي مدان من قبيلة ورفلة بأن يجتمع من غير تكليف من قبيلة ورفلة، لا يمثل ورفلة في هذا. طيب لماذا لم تصدر قبائل ورفلة بيانا يتبرأ فيه من مشاركة البرغوثي في مؤتمر دكار الذي حضره قيادات إرهابية ودعمته ورعته قطر؟ لا يمثل يا سيد أحمد يا أستاذ أحمد لا يمثل قبيلة ورفلة ولا تبعثه في قبيلة ورفلة رسميا للذهاب إلى دكار أو لغير مكان. ورفلة لو أرادت هذا لوافقت على زيارته من بن وليد، ولكنها رفضت أي، حتى السراج طلب المجيء إلى بن وليد ورفضت بن وليد، لأن بن وليد قالت كلمتها بأنها مع الشرق الليبي مع برقة في حرب الإرهاب، وقدمنا الضحايا والشهداء في بنغازي أكثر من 500 شهيد من قبائل ورفلة. طيب. تطوعوا للقتال من أجل برقة ومن أجل بنغازي. أشكرك جزيل الشكر المهتم بشأن العام الأستاذ صلاح الورفلي، دكتور فوزي الحداد الكاتب الصحفي. أنت معي دكتور؟ نعم معك. طيب أريد أن أسألك أيضا عن البيان الصادر عن السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، هل كان في مستوى الحدث؟ هل هذا كافي؟ أعتقد أنه يحسب للسيد السراج تبرؤه السريع الحقيقة من ميليشيا الجدران في الوقت الذي أعلن فيه هذا الجدران أنه يتبع لحكومة الوفاق الوطني وأنه جاء يحقق إرادة التوافق الوطني، فكان يعني هذا رد سريع، وكان مطلوب في وقت الحقيقة أن يصدر بيان سريع من المجلس الرئاسي. صحيح أن المجلس الرئاسي ليس إرادة واحدة، هناك كثير من الأعضاء يعني كل واحد يحمل إرادة خاصة به، لكن على الأقل رأيت المجلس الرئاسي بهذا البيان قطع الطريق على تبني حكومة الوفاق الوطني لميليشيا الجبران ولهذه العملية برمتها، وفرغ ايضا الحديث الذي ذكره جدران بانه يعني ينتمي الى الوفاق وانه تحت شرائط الوفاق وكذا، وبالتالي هو كان في وقته الحقيقه وفي ساعته، ولكن لا تزال هناك، المفترض ان تكون هناك اجراءات عمليه اكثر صرامه مع هذا الحدث. اذا تعتبر بيان خطوه اوليه يمكن، وما دامت الاموال تذهب لمؤسسه النفط ولمصرف البنك المركزي وتصرف على حكومه الوفاق الوطني، تؤكد انه هذا البيان ربما خطوه اوليه ويجب ان يكون وراءها ايضا موقف عملي ضد هذا الهجوم، رغم انك تشكر او على الاقل أنت تؤيد هذا البيان أو تثني على هذا البيان الذي أصدره، لكن أيضا تنتظر مواقف. أعود إلى الأستاذ عصام تجوري المحامي والحقوقي، أريد منك تعليقا على البيان الصادر عن السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي. حقيقة أنا كموقف مبدئي يمكن التعويل عليه في جزئية واحدة، هي مسألة عدم منح غطاء سياسي من الحكومة للأسف المشرعنة دوليا وفق قرار 22-50 والغير مدسترة ليبيا وبأحكام، وقرر ذلك بأحكام قضائية قاطعة للدلالة وباتة باعتبار أنها مجلس وحكومة غير شرعية. لكن أمانة بمواقف هذا المجلس كما أسلفنا سابقا في متمثل في وزارة مالية، اشتكت منها المؤسسة الوطنية للنفط. نعم. اشتكت منها في تغريدة موجودة على صفحة الفيسبوك الخاصة الرسمية بالمؤسسة بأنها تعرقل الإجراءات المالية الخاصة بالمؤسسة ابتداء من المرتبات وصولا إلى أعمال الصيانة والمبالغ المالية على الصيانة، بالتالي المواقف حقيقة متباينة.
بالنسبة لهذا الحكم، بس يعتبر خطوة كانت يعني تحسب، وأعتقد أنها هي من نتائج اجتماع باريس المعول عليه. طيب طيب فايز سراج، إذا رئيس المجلس الرئاسي اتخذ خطوة تحسب لصالحه، ترى أنه ربما وفق فيها، وإن كنتم تطالبونه بالمزيد، ماذا عن ممثل برقة بين هلالين فتح المجبري في الرئاسي، لازال صائما عن الكلام ومتواريا عن الأنظار؟ فتح المجبري يعني حسب المعلومات اللي نعرفوها، بان يقولوا انه والله نحن تم ترشيحه ب 47 صوت. لما ترجع تفكك ال 47 صوت باستثناء بعد ثلاث او اربع اسماء، ال 47 هم اشخاص مدعومين ماليا ويعرفوا الكلام هذا من الدائره، اهل الدائره اللي هو منها هم غالبيتهم اللي كانوا معول رئيسي لهذه او الصانع الرئيسي لهذه الدائره، هم ممول كان لهم السيد هذا ابراهيم جدران. بالتالي انت يعتبر كمرشح او القوه النافذه على الارض اللي وصلت، يعني كان هو تشكيله المجلس للاسف شكرت على اساس قوه نافذه، وايضا كشخصيه ترابلسيه توافقيه المثلة في السيد فايز سراج وضع على راس هذا المجلس، فدارنا المجلس كان حصد طرابلس. تلاحظ ان كان السيد فتحي ولا يمكن ان يتركر، وخاصه الجماعه اللي شغالين في السياسه منهمكين، بانه يعتبر محسوب كان يتحدث عن قوه مسلحه يمثلها هو اللي هو يمثل الجدران. هذا المنطلق الآن حقيقة بعيدا عن ممكن رجش الموقف أو غيره، لكن لا أعتقد أنه بجرأة أنه يمول عمل مسلح أو يقدر يباركه، لكن سكوته هو اللي خلى الناس تطلع، وهو أنتم أحدين ممكن مستشفين الكلام هذا، وما حديث كم اليوم أو توجيه كم هذا السؤال إلا رغبة في بيان كما عودنا، ويخرج في عديد المرات في بيانات يتحدث عن مواقف فيها مواقف يحصل، سواء في معركة بنغازي أو درنا أو بعض الإشكاليات اللي يحصل أخرى كان له موقف واضح فيه. فمن حق الناس أن تلوم عليك وتقول لك أنت جبت الكلام الروعة زي ما يقولوا بالشبهة، أنت الراجل محسوب عليك من الأول وهو اللي وصلك للكرسي، ولما وصل في الموضوع هذا موقفك ما كانش واضح، يعني انت اللي زي ما نقولوا بالعامي جبت الكلام وحطيت روحك اللغط يعني. انتقل الان لارحب بالاستاذ محمد ادريس المغربي، احد مشائخ قبيله المغاربه. استاذ محمد اهلا بك. اهلا بك سيدي الكريم. كيف رايتم هذا الهجوم الذي شنته بعض الميليشيات التي يقودها جدران بالإضافة إلى مرتزقة من إفريقيا وسرايا الدفاع على الموارد النفطية، وأيضا على البيان الصادر من جدران والذي حاول الزج باسم قبيلة المغاربة في هذا الهجوم، كيف تردون عليه؟ أولا أحييك سيدي وأحيي ضيوفك الكرام، وأن ما حصل هو عبارة عن هجوم طبعا زي ما نعرف جميعا وزي ما سادة الضيوف الكرام. فاللي حصل طبعا هو عمل إرهابي طبعا ممول من دول ومن منظمات إرهابية لضرب قوة الليبيين، وجدران عبارة عن طارقة ليس إلا، وبالتالي نحن كقبيلة مغاربة أبرياء من هذا العمل حقيقة اللي ضر بالوطن، ونحن كقبيلة قلنا كلمتنا في 2016، وبالتالي نحن موجودين ومع الوطن ودائما انحيازنا على الوطن، وهذا جاء على لسان قيادتنا التاريخية المتمثلة الباشا صالح لطيوش في اجتماعات المغاربة. فبالتالي هالأمور هذه كلها مدبرة من دول جوار حقيقة ومن منظمات إرهابية تحاول ضرب اقتصاد والوئام والنسيج الاجتماعي في برقة بصفة عامة، وبالتالي هذه الحملة التي مولت من غرب البلاد واتجهت إلى هذه المواني التي هي تعتبر مصدر قوة الليبيين، هذه الحملة حقيقة يعني أصبحت فيها ضرر كبير على ليبيا بصفة عامة، وبالتالي نحن نستنكر هذا العمل الإرهابي الذي أودى بكثير من الأرواح وأهدر كثير من الثروات، وبالتالي هذا عمل نحن حقيقة نستنكره ونستجبه، وبالتالي لم يكون لنا
تدبير او تفاعل مع هذا العمل، وقد استنكر هذا العمل بكثير من المؤسسات الموجوده داخل الوطن وفي مقدمتها المجلس النواب الشرعي واللي هو يحتفظ شرعيه البلاد. وبالتالي هذا عمل لازم بدا ان يكون له عمل ضاد، ويخرج هؤلاء المخربين من المواني ومن الأماكن التي هي تضر بالسكان وبمصالح البلاد. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد إدريس المغربي، أحد مشائخ قبيلة المغاربة. كما أشكر أيضا ضيوفي هنا في الاستوديو، المحامي والحقوقي الأستاذ عصام التجوري. الشكر موصول للأستاذ الدكتور فوزي الحداد الكاتب الصحفي، الأستاذ صلاح الورفلي المهتم بالشأن العام. كما أشكر أيضا الأستاذ ناجي مختار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وأشكر الدكتور عبد الحميد الشندولي عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة. أشكر الأستاذ جبريل السعدي الناشط المدني. في الختام الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا. تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم، تحياتي أحمد القماضي، في أمان الله.